وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذا الكلام أقوله ديانة لله وتبيئة للذمة ونصحا للأمة، والله عز وجل إن لم نقل هذا الحق سألنا عن كتمان الحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. رسالة أخيرة إلى لعيبة الوسط، لعيبة الوسط، ناس دكتور باتسير ودكتور منو تاني وصلاح اللمين وغيره، إذا أنتوا أصحاب حق قاعدين جوا مع الباطل ليه؟ لماذا تجلسون مع الباطل؟ دكتور باتسير سمعنا عنه قبل ثلاثة شهور تقريبا، قال أنا أديت ناس الجمعية شهر إما يصلحوا الباطل والبدع عنده وإلا أنا بطلع منه. أنا قلت للشباب أنا بديه سنة إنه يطلع. كويس حاضر. ناس الحاج يوسف قالوا في باص برا، للناس اللي ساكنين بعيد في الحاج يوسف موجود الباص يوصلهم إن شاء الله، لأننا خلاص نختي. فقال بديهم شهر إذا ما تنازلوا عن البدع والباطل قال أنا بطلع منه، والآن ثلاثة شهور. وهو نفسه باشير ده لما أنا رديت على أنصار السنة في التلفزيون تعنيل الأزرق قدام الناس في القاعة، كان حاضر جوا الغاعة، قالوا له رأيك شنو؟ قال لهم تمام جزاه الله خير أدى الأمانة. جينا راجعين بنتعشى قام ناداني في الغرفة براو، قال لي يا أخي ما كان ترد على أنصار السنة والجمعية وكذا، قال لي والله ذا كلام يا جماعة، قال لي لأنه الناس زي أنصار السنة المركز جاءوا معارف 10 مليون ريال سعودي وديك ناس الإصلاح ده كلامه وما كلامنا 5 مليون ريال. قال أموال زي دي تقول لما تردوا عليهم قدام العوام أموال زي دي مشكلة. أنا ما فهم ده كلامه ذا دوك هذا شنو، لكن ده كلامه بالنص. دكتور صلاح اللمين كان بيحذرنا من الهواري وتحداه ينكر، وأنا منتظره ينكر منتظر. لما ردينا على الهواري وعبد الرحمن حامد قام دكتور صلاح اللمين قال لا 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 لا، قال الشباب ديل ردوا على مشايخهم قال وكتروه وقالوا بقى يرد علينا ويطعن فينا، وهو كان بيرد على الناس زين من قبل. ألا هل بلغنا؟ اللهم فشهد اللهم فشهد اللهم فشهد اللهم فشهد.